والسر تحس ان بوالي هو يمكن كان بتقول بيقول امبارح برضه يا كابتن بمناسبة ذكر اسمه، انه امبارح كان بيقول للجماهير اصبروا عليا شوية، يعني لسه التسجيل والتهديف هيجي مع الوقت وانا لسه يعني ايه هتشوفوا مني الافضل في الجاي ان شاء الله. وعجبني قوي ردود فعل الناس، كنت قاعدة بتابع، لا احنا معاك واحنا في ظهرك وما تقلقش واحنا مستنيين منك كتير قوي، انت لابس تي شيرت او فانيلة نادي كبير قوي، ف يعني حلو الكلام. انا بيعجبني تصريحات اللاعب اللي من النوع ده، اللي هو استنوا عليا الجاي افضل. حسين الشحات امبارح يمكن كان بيقول اي مره جماهير النادي الاهلي انتقدتني فيها ده كان عشان نفسي، عشان هما بيحبوني ومستنيين مني الافضل. وهي دي نوعيه وثقافه لعيبه النادي الاهلي، وهو ده جمهور النادي الاهلي. صح. اللي مخلي النادي الاهلي دايما في المقدمه وفي على المنصات بياخد البطولات ان جمهوره دايما بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، جمهوره دايما قوه دفع، بتخلص التسعه عايز العشره، بيخلص ال 42 عايز ال 43، الدوري السوبر واخدين 10 عايز ال 20. هو ده الجمهور ورا فرقته، حتى لما الاداء بيبقى نص نص الجمهور بيبقى زعلان، يعني عايز مكسب واداء. ودي القوه دي ما حدش يحس بيها الا اللي بينتمي للنادي الاهلي، يبقى عارف دايما ان الجمهور ده جمهور ذواق جدا، بيحب النتيجه وبيحب الـ الاداء الممتاز عشان بيمتع جمهوره وبيمتع فرقته.